عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير كالعادة. الرقدة تحيدونها وين والشبرية كم مكبرها وهاي الرقدة ما بهاي المشكلة. المشكلة حين تقوم فتش الحمارة من لوحلة استار هاي اللي فوق عرفت لها تسكت تشي بدي وسارت وحدة شرق وحدة غرب وتبطلت. الحين قم عاد هذا ارفعه ما خليت فص من هالفصوص اللي هناك اللي تشوفونها ما دقيته ولا خليت مكان وما بطايع تنفتح ستار ما عرفت لها من وين الزر مالها ولا بنها حين تحتاس تفرها شرق ولا غرب. ها اكيد لها دقمه وترتفع على فوق وتجيله. الحين ابى اصور الفريج اللي خاري ابى اصور المنظر ولا بعارف شو اللي اسوي. هذه محنه سمعتوا بها بلوى الغافلين اللي كانت ابغي ادق حق حتى مخيل بقول حقها بالريسبشن مخيل اقولهم تعالوا لحقوا فتحوا ستاره اللي كان همنا اتخوف خيبه اي لا اي والله ولا لها مكان. ها ما لها مكان ما لها مكان بقيت والله اني ما عرفت. هذا فريج اظني اللي قدام الفندق هذا مشاهد الفندق هذا فريج فريج اوادم بيوت عرب. شوف حديقه هناك ومسايد مكان مكان عود يعني بلاد هذه. ها فريج عرب منو عاد ما اعرف ايش اسم المنطقه هذه. المنطقه هاي ما اعرف شو اسمها اللي قدام ما لها اسم اكيد لها اسم غير انا ما اعرفه. منطقه قديمه بعد ومعدله ومسوي شوارعها حديثه ومزروعه الدنيا ما شاء الله. عود الكويت ابوك ما تنقصها ما تنقصها. وين البنايات والابراج المنطقه هاي كذا على اليسار وهذا الفريج الساحبها على اليمين ما شيء بنيان بيوته بيوته وادم ما عارف يعني وصلنا المغرب ما نعرف الشرق من الغرب وسرنا سيدة هذا وين عند قوم ثمين مال الاكسبو مال العطورات وهذا الشارع الرئيسي اللي تحتنا لما تشوفون اليوم ما شيء مطر لكن الدنيا خومة ما شاء الله غيوم. هذا أبوي استعن هاي استعن بصديق زقرنا إبراهيم الحقي يفتح الدل هاي. ممكن له جهاز محمد. أنا ما عرفت له. حاولت. وأنت شو حجارك شو سويت؟ ما بطلت نفسك ما عرفت. بعد؟ أنت بعد أحسن عني بطلت ليه مني أنا هذا ما عرفت. والله. والله. أقول لكم هذا جاي النبوي من عند عرب الحين شرات العبيث العفيصة شرات بين البثيثة وبين العفيصة بين العفيصة وبين البثيثة هذا شيء حار ضوء الدخن وجاي لنا بعد شامي وجاي لنا صح. هذا تشوف إبراهيم تحت بالله عليك صح ما شاء الله شكرا جزيلا للي اندبت هالشيء المميز هذا حار ضوء الدخن فانا ما ادري عاد نحن ما لها لا اكيد لها لفظ عندهم لها مسمى انا ما اعرف شو يسمونها بالكويت لكن بالنسبه لنا نحن بين البثيثه وبين العفيصه بين البثيثه وبين العفيصه ما يخصها في القرص لكن بين البثيثه لا هي في بثيثه ولا هي عفيصه واحد من الاثنين. وشكرا البنت الصباح الله يطول بعمرها ويخليها ويجزاها الله كل خير مشكوره مشكوره يا بنت الصباح ما بروم عاد اطري اسمها لكن مخيل اطري اسمها يعني ما بروم اطري اسمها المهم مشكوره ما قصرتي على الله يحفظك الشيخه بنت الشيخ. مكانين الحجر شيء من تظهر من على اليمين شيء على اليسار احنا اللي على الشارع الرئيسي والريوق في الدور الرابع يقولون شيء مطعم يخبرنا عنه الصقر الرئيسي الله يحفظه سفيرنا يقول انه شيء عنده في الدور الرابع مطعم وايد زين مال للريوق فيه من كل جنسيات الدنيا العود. اول ما تدخل اول المطعم ماخذ دور كامل. هي
المطعم ماخذ دور كامل، يعني من تظهر من اللفت هذا المدخل مالهم. اول ما تدخل يجيك هذا اللي تشوفونه شيء كامل، الكرواسو يمكن 1000 نوع. وهناك شو يعني؟ هناك في كولد كاتس وكيورد فيش. شو؟ كولد كاتس والكيورد فيش. يعني السكشن هذا شو؟ بيف برزولا، في تركي هام، في بيف سلامي، في سموك سالمون، روستد سالمون، سموك ماكريل. انت ايش اسمك؟ مينا. ميدو؟ مينا. مينا، شكرا يا مينا. وهناك شو؟ يا ربي، سيريال سكشن. هذا مال مال مربى. ايه، وده كوندمنتس بتاع سيريالز. ايه، يعني شو بقول لكم، ما تشتهي النفس. هذا شو؟ تندوري اوبن، في انديان فود. زين زين. وهالعصاير هني. وهذا شو هنا؟ خبز. اوكي، السكشن مال خبز. أيوة. وهذا هناك في البانكيك، وافل، أبل كرامبلز، بيف بيكون وساسجز، وفي هالومي تشيز، جريل هالومي تشيز. أيوة. وبعد إبراهيم شو مغيل هناك؟ شو هناك عندك؟ يا أنا في الفروت، اليوغرت، روت، إنترناشونال تشيزز، ناحية تانية في اللوكال تشيزز، لبنانيز مزة مخلل. هنا في لبنانيز فتة، فول وبلاليت. بلاليت؟ هذا شو هني يكون؟ في ساج، جبن، زعتر، رولز. Good morning madam. Quail egg, cage free organic eggs. Good morning, madam. How are you? يا ربي. Egyptian dalila, mushroom, tomato, potato, pig beans. وهذا شو؟ ده olive oil with flavors حق ال. أيوة. شكرا جزيلا. هذا فرنش توست. Yeah. أيوة. هالشكل يسوون فرنش. أول مرة شو شغله فيه؟ يجي جاهز هو؟ لا احنا اللي بنجهزه. هذا فرنش توست. خلي يسوي على فرنش توست واحد وواحد بانكيك. خلاص. نيد تو فرنش توست تو بانكيك. نو وين وين؟ صغيرين؟ زين. يوم يقول لك الاكثرة الرعيان وضيعة الغنم. الرجال مليون نمونة. الآسيوي، الإيطالي، المصري، الكويتي، من كل ما تشتهي النفس الرجال مليون نوع. لكن تحتار شو تاخذ، تحتار تعيز شو بتنقش. حطينا من كل شيء، من كل شيء. شويون 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 ولا رمنا. كم بتاكل، كم بتصر عظم اللبطر، كم بيضب. هي والله عجبه ما زيني يوم غير نمونة. هي الصبغ أبوي، بارك الله في الصبغ. والله ما ينفعك من عقب الله إلا الصبغ. أي ها شو غادي الزلف. عفوا الله، الله يروح مصيبي. يا رك الله بخلي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شو ريوكم إبراهيم؟ فنان ريوكم من كل شيء، من كل شيء. المدرسة العلمية الوطنية اللي في شخبوط، مدينة شخبوط، اللي جيناها قبل 3 أسابيع أتوقع. المدرسة، عرض المدرسة ساري بعده لين اليوم فعال، اللي هو مال حاملي بطاقة حماية الوطن 35%، حاملي بطاقة فزعة 30%، خصم الخالدي 25%. لا تنسون المدرسة كل شيء متوفر فيها، مبناية على أجمل طراز حديث، ساحات المدرسة مميزة. داخل المدرسة روحي أنا زرتها وصورت تحيد هاك اليوم، موجودة على اليوتيوب، موجودة على الانستا تي في، موجودة على الانستغرام، كلها موجود حتى على تويتر. حاطنا المقاطع مع المدرسة، وتقابلت مع المدارس، مدرسين، ومع
الطلاب ومع مديرة المدرسة مع المشرفين مع عدد كبير من الدكاترة اللي موجودين والصيدلانية كلهم اللي موجودين. دخلت المعامل مع الفيزياء والكيمياء كل شيء اللي موجود في المدرسة من أروع وأجمل المدارس اللي موجودة في الدولة تبارك الرحمن. المدرسة العلمية الدولية وسائل النقل فيها من الوسائل الحديثة للغاية، والكاميرات وطريقة التواصل مع العائلة بالواتساب وبالمكالمات وبالمسجات وبالإيميلات شبه يوميا في السير والجي. كل شيء فيها متكامل المدرسة، ما لقط فيها ولا عيب من العيوب. وساحات مال الرياضة والساحات الخضراء وايد أشياء زين فيها المدرسة. المدرسة وأسعارها مناسبة، أسعارها مناسبة، وفيه أعتقد أن فيه على الدفعات، ما بلازم تتدي البيزات مرة واحدة المبالغ. وأهم ما في الموضوع اللي لفت انتباهي أن في المدرسة العلمية الدولية أنها الممرات منفصلة عن بعض داخل المدرسة بين الشباب والبنات، بين الشباب والبنات في كل شيء، في أماكن خاصة للبنات ما يدخلونها الشباب، أو ممرات اللي بين الفصول وبين المدرسة مفصولة في المداخل والمخارج. شو اللي خلاني أتكلم الحين وأنا في الكويت؟ طرع علي إن عندي فيديو وأنا أجل في الستوري، طرع علي شفت الفيديو اللي عندي مقطع صغيروني أعطني مدة أقل عن دقيقة، وشفت الله يحفظكم بوست صغيروني عن إن العرض بعد ما زال ساري، وما شاء الله وايدين ساروا عن طرفي المدرسة وحصلوا الخصم واستفادوا. وبالنسبة للي ما كانوا يدرون من قبل، الحين بنزل لهم العرض ويقومون يصيرون يشاركون عيالهم في المدارس. للي الأول يتحرون ما شيء مدرسة جريب، والمدرسة يعني كل شيء جريب لها، خليفة ألف، محمد بن زايد، الشامخة، شوامخ، بن إياس، الباهية، الزاهية، كلهن هالبقع كلهن جريبات. مدرسة متكاملة فيها كل شيء، صالات وتعليم إلقاء الشعر، ساحات خضراء وايدة، ملاعب للممارسة الممارسات الرياضية بعد موجودة، مصلى للذكور، مصلى للنساء، للبنات، للأولاد، كل شيء موجود، مكتبات عامة، توجد بعد عندهم غرف للموسيقى زائد مختبرات للكيمياء. صباح الخير مع الإمارات، بابا خالد، بابا محمد، هذه ممراني، سلام بابا خالد، وين جوي؟ هذه جويو، كلهم خالد، how are you؟ مديهم الشغل يلا هذا سلم. سلم عليكم كماري. السلام عليكم. السلام بابا، أنا بعد أعرف لك. يلا. وسلامة أمرك حبيبي. بمر عليك بدور بتواصل وياك، طال اشتر رقم تليفونك، بمر عليك إن شاء الله حبيبي. هذا إحنا رايحين في شغلنا، وإن شاء الله أن الله راد وقسم إذا صدقوا في مواعيدهم في شغلهم إن شاء الله بالخمس إحنا خالصين، خمس أو ست بالكثير إحنا خالصين إن شاء الله يصدقون ويانا. ويلا حبيبي الله يعطيك الصحة والعافية بعد روحي. ها اليوم لابس بعد بيربل نفس اللون اللي تحبه، حتى الخوين الخاتم، حتى الدلاية كله بنفسجي يا حبيبي. هذا وخبرناكم عن اثر هذا دقمتين له، هاي وحده تحت نزل وهاي وحده ترفع على فوق. ها ابدا الامور طيبه على ما تشوفوا. وانا ما خليت مكان ما دوت هيبل، وهذا المنظر. هاي بيوت عرب، هاي بيوت بدل شو اسم المنطقه هذه؟ ضاحيه عبد الله السالم. هاي اسمها ضاحيه عبد الله السالم، هالمكان كله البلاد كلها يسمونها ضاحية عبد الله السالم. وهاي النافورة الراقصة الأول، هاي النافورة الراقصة، وهاي الشوارع اللي تحتها البيوت على ما تشوف، ما في الحاضر مدح. هناك سكيتنج، وهناك سكيتنج، هذاك الملحف سكيتنج، وهذا حديقة الشهداء، هذا هناك حديقة الشهداء، وهيك هناك حديقة الشهداء. يقول هالرجال اللي جاينا الله يحفظه، هانطر شنه سليمان قصار، وانا اتعرف وياه في امريكا قبل كم من سنه، سنه كم بدر؟ 2009. 2009
كان مودي اختك بودع لا ايه. توفيته؟ لا لا الحمد لله موجود. من عيال مات عندك؟ اختي والثانيه اللي ما بصاحيه. اي الصاحيه باجي. اي اللي كانت في علاج صارت زينه، واللي توفت شهر ونص كلاها المرض بسرعه وتوفت. لا اله الا الله، ما 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 نيط لها العوق. الله يرحمها ان شاء الله، يغمد روحها الجنه ويعافي كل مسلم يا رب العالمين. اقول هالفريجه عايبني هالبلاد، هل بقى على قدامنا هالعرب من هالوين؟ هذا محل ضاحية عبد الله السعد. منو اللي فيها؟ كل التجار والشيوخ والدنيا متيرة على قولة هالكويت. متيرة والله. اي وراها وراها النزهة. وين في يعني ها في التجار يعني عبارة؟ يعني منطقة التجار هذه، هذه المنطقة كلها كلها التجار، وهناك الشامية. الله الشامية ما شاء الله. وراها النزهة وجيبها كيفان. زين زين زين. مشكور يا سليمان، مشكور يا القصار اللي طرشت لنا يا ابوك هالريال الطيب. ما يبقى قال لي خالد انا بيك غير لا تصورني، انا ابوي ما ظهر قدام الاعلام انا بهاليوم ما يرضون. قلنا هل ان شاء الله يا بدا هذا الفندق في منتهى الروعه، بس قاصر انه الموقع لو انه على بحر ولا على بر ولا في طرف يبل ولا في طرف نهر ولا على كرنيش ولا مرنيش ولا في نص حدائق غناء ما علي. يعني شاهد فريج هالفندق اللي غني يا ليل الفندق ذاك وين البحر ترى؟ هذا البحر هناك البحر بدر طرف هذاك البحر. هي والله ودك انه يعجبون في حبل ويسحبون لين البحر. انت منطقه ويركزون ابوي هناك قرب هاي البنايات. انت منطقه المرقاب الحين. نحن الحين في المرقاب. وين القيصرية اللي يغنون عليها؟ قيصرية القيصرية وراها السوق. اي اي هذاك البحر. شو وين قميضه الفندق؟ ما عليه كلام يغني علي، بس الموقع مشاهد بيوت اللوادم، مشاهد بيوت العبع، ما بوابه بيوت تيار. هاي المصيبه. انا وياك وخالد قبل وين؟ خلاف 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 الحين وين شيب انا؟ اول انا كنت له اول في هذا خالد، هذا خالد، هذا خالد ابو احمد، هذا هذا ابو احمد وهذا خالد. وين؟ هذا خلف. هذا كذا خالد، هذا خلف، هذا خالد، هذا ابو احمد، هذا حمد. تذكر الايام ها؟ خالد شوف منو منورنا. صلاح يا مرحبا يا هلا وسهلا. حق منو اصور؟ مو يزعل. اقول حق خالد خليهنا هني. ما ما حبيني اتني ولا ما يي اي يا حبيبي. لا ما شاء الله لا ما بيي يعني ما زين. انت قول له تعال. ما يقول ما تكلم انت. هو في الكويت الحين، في الكويت يتمشى ويروح المطاعم ويصير المولات. انت انت وين تبغى تصير؟ بهين. تبغى تصير؟ تبغى تصير البحرين؟ وماله هو هو ها. اوكي اسود هنا الكويت وانا في الكويت. ما انت قال لك؟ الكويت. غششه غششه. شو قلت؟
اي لا بقول له انت من الكويت، بقول له انا جالس بين الكويتيين. اي كويتيني. ايه اه شفت كيف؟ ايه خير غبا وتو هلاك ما كذا الكلام ما دخلت انا. والله منو قال لك؟ اي لا هو حكى وما انا وحا. شوف شوف صلاح يقول لك مغششيني خصصين. أنا حتى لو ما أعرف ما أعرف ما ذيك الكلام ما ذيك الكلام عاجز وباشر وين عساك كويت تبع عار جماعه بس طبعا كمل العزيمه هاي مسوينها ناصر الكثبي ابو حمدان في هيوستن على شرف الاستاذ الفاضل صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي. هي نعم هاي العزيمة تقول يمعة العرب هاي كلها بركات صلاح. فوالك قم بالكيل حق صلاح قرص قرص تعال صلاح تعال 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 نيه تعال يا صلاح تعال تعال نيه 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 تعال صلاح صلاح أطلع تعال 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 خليك خليك ناصر شو رايك؟ زين؟ شو رايك؟ بدر نحوين بنصير حينه؟ الافنيوز مجمع الافنيوز. نحن بدر بيودينا مجمع الافنيو نتمشى ان شاء الله انا وبدر والحبيب ابو خليل. ابو خليل ان شاء الله. دخل هذه دخلنا من يسمى مدخل البرستيج واول ما تدخل فيك هالقبه الفنان هذا المدخل يسمى برستيج شيء طبيعي اكبر مول ولا ينقص اوله من اخره. ما ينقص أوله من آخره. بلاد من خبر يبال أبوي 15 يوم ونص لين تتلي تلته ولا في أبوي أصور الدنيا. مول جيد وجميل من أروع ما يكون، لكن يباله شغلة طويلة عريضة، يعني يباله هذا أبوي تلف الدنيا هاي كلها، كل أشياء زين ونظيفة وغاوي وفنان ومرتب. مول وفي الكويت شو بيكون يعني؟ اني بحخط في الحفيزات كلهم بصورهم مارو مسكنت ابوي، لكن شيء جميل وفنان. وجهه رئيسيه للكويت من اجمل ما يكون تدريب هالرب والعرب، معروفه قبل وقبل اصولي والناس كلها تي وتعرفها. ما بروم اصور اي شيء. نعم انه مول يغني يا ليل. ها ابراهيم ابويا مول يغني يا ليل صح؟ اي والله ما شاء الله وايد. لكن ابوي اللي بيه هالمكان يجيب له ابوي يونيه بيزات يونية مزار يونية بيزات ويي. هي نعم يكون يرمس من رأس خالي ما يبالي. هي نعم لأن أبوي كلها بالدنيا ماركات بهاي كل أسعار. أكيد أن أبوي مال ملككين مال ملكك اللي عند أبوي مال لا يحصاه لا أنس ولا جان. أي أبوي ما ظني شيء هني عادي، كلها ماركات من مال التيار ومن الماركات الغلاية يعني معلوم كل حد يعيبه زين. لكن أنا هذا كصفة عامة اللي أطريه. المكان جميل وفي منتهى الروعة. إلا في حال شفت شيء غريب. هاي مثلا عندكم القبة هذه لغير ديل طاووس، واللي أهم شيء السلم المتحرك هذا. هذا من النوادر أنك تلقط ما شفت أنا بحياتي أصلاً سلم متحرك
مائل. عادة السلم المتحرك يكون سيدة في أي مكان في الكون إلا في هالبلاد. السلم المتحرك منحني على في انحناء ما شفت أنا. اللي منكم شاف ويعرف وشاف وزار يصور ويطرش لي، أنا ما شفت سلم متحرك مائل يعني بشكل بيضوي يصير. ها أنا ما تشوفون، ما شفت أنا. اللي منكم شاف يخبرني. مساك الله بالخير والنور والسر. ما بظهرت لا تحاتين، انا ما تحي ما صورها. الله يحفظك يبارك فيك. الله يسلمك. لكن الولد ما عرض ظهره. لا عاد صوره. ابرك كم ساعه اشوفك. والله مليون مرحبا. ما شاء الله على الوالده، تحريت لاختك والله. والله العظيم يا ابوك لا تخبرين حد ان هذا ولد بيتوحونك. والله مليون مرحبا بنت العم. رد السلام غناتي. الله يحفظك في دعته. الديكورات المميزه في هالمكان، من الديكورات المميزة الجميلة في هالمكان، ديكورات جميلة والله. هذا القسم، هذا حالي تشوفونه، وهذا إبراهيم جالس يصور. ديكورات مميزة جميلة ملفتة للنظر. اللي احنا نمشي فيه اسمه المرحلة الرابعة في الأفينيو، وهذا لفت انتباهي هذا اللي تشوفونه. هذا الشارع اسمه شارع نيويورك. شيء جميل والله هاي لافتة. أقب عليه وبه يمكن 100 متر أظني ارتفاعها. يمكن 100 متر ارتفاعها. قبة مميزة شكلها جميل. أتوقع أنها هاي قاعة إعلانات يمكن شيء من هالقبيل. علم عند الله. أكيد أن هذا صرح معماري في منتهى الروعة، شيء أجمل عن الجمال روحه. جزاه الله خير اللي سوى هالمشروع وقام عليه وقام على ترتيب. تحس بأن هذا اللي مسوي هالمشروع مشاريع وايدة تقام في أي دولة في الدنيا العودة، كان هذا من المشاريع اللي يدلك أنه المقاول اللي باني واللي مصمم واللي مرتب واللي مسوي الأقسام هذه كلها، يعني أكيد أنه إنسان مخلص في عشق لبلد، انه مهتم في ادق التفاصيل. يعني ذكرني بخدمه اعمار يوم تشتغل شيء في دبي او في اي مكان في العالم تهتم في ادق التفاصيل. فذكرني شغل الشركه هاي اللي مسوي المول هذا، انها مهتم بادق التفاصيل، كل زاويه وكل حبه باسكو وكل كل كاشيه وكل شيء في هالمكان جايينك مرتب زين ما زين. يعني ما في ولا ذرة مكان تروم تنقد عليه تقول هذا ما بغاوي، ولا لو سووا شيء بيكون أخير، أو لو حطوا هذا مكان هذا بيكون أحسن. سبحان الله، يعني شيء في منتهى الروعة. هذا الأفينيوم شيء وايد وايد جميل زيادة على اللزوم. يقول لي بدر هاي من أكبر القبب اللي موجودة في المول، ذكرتني بالقبة اللي موجودة في دار القضاء عندنا في أبو ظبي. دار القضاء اللي عندنا في أبو ظبي نفس الحجم. سبحان الله، أفكار متواردة ومتشابهة تربط بين أبوي دول مجلس التعاون كلها في كل شيء. اللهم لك الحمد. نعم، إنه ما قصر هالي باني هذا المول، ما قصر جزاه الله خير على إنجاز هذا المعلم الجميل التاريخي. الفنان اللي ما شارات في الدنيا العودة، نعم هذا معلم تاريخي لهالنمونة، تاريخ وعريق وفنان، تحس كأنك في جميع أنحاء الدنيا العودة، يعني كأنك في الدنيا يالس، يعني يالس شيء طرف قديم طرف جديد طرف ماركات طرف قهاوي طرف شيش طرف ما أدري شو، عدة أدوار عدة أماكن عدة مداخل عدة مخارج. والله جميل، مكان وايد جميل 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 زيادة على اللزوم. هذا بيكون يمكن لفت شنة. هي والله لفت هذا، مكان وايد جميل. اللي بين الكويت لازم يجي هذا البقعة، هاي البقعة مكان جميل يعني يستاهل العنوة. الباركنات للعوائل واللي عندهم ويلتشير واللي هذا، اتوقع انه تيهم.
هذا الله يسلمكم سنين الأولية قبل ما يظهر النفط في الإمارات، شاعر سالم الجمري الكويت يكد حاله حال غيره، فما يازله الشغل في الكويت ولا عيبه، فنقد على عمره وعد قصيدة حين بخبركم عنها. قصيدة هاي معروفة وكل يدري بها، يا غير بس جت في بالي وذكرتني فيها عاشب بنت أحمد، توها متصل تبي من دبي وقالت لي أبوي لازم تعد السالفة هاي، قلت لها إن شاء الله. هي القصيدة تقول: لولي بخت ما سرت الكويت ولا بعد فارقت الأوطان، أسميك يا حظي ترديت أبعدتني عن ساحل عمان، بلا ولي في القلب تميت مستوحشن روحي وحيران، من الحسايف قلت يا ليت الهم يسلب حال الإنسان، إذا ذكرت الولف ونيت خرت دموعي فوق لويان، من بعد كيف من بعد كيف انس ومبيت ومنادمة مدعوي لعيان، واليوم حالي في تشتيت في لحمدي وربة وبرقان، من دي الحياة أولالي يهميت من دون خلاني وندمان. شوف بقولكم ما شاء الله ما شاء الله، قصيد الأولي شي شرعت قصيد في الدنيا العودة. هي نعم أبوي ما حد يرمي فارج ساحل عمان، بلاد حد يرمي فارجها، حد يرمي فارج بلاد. الأول في السنين الأولية يقال عن الإنسان يوم يفارج بلاده ويفارج ناسه وعربه وخلانه، يعني هاي تعتبر كارثة. لكن الأول الناس من الحاية ومن المكدة واللادميبة، المكدة اللي فيها خير اللي فيها أكثر دخل. الحمد لله الله مالك الحمد الحين، الناس اللي من شرق وغرب هي تعاني وتعنى لدارنا وتشتغل فيها، اللهم مالك الحمد. ولا السنين الأولية غير وحين هالوقت غير، يعني الحمد لله على كل حال. اللهم ادمها نعم وحفظها من الزوال يا رب العالمين، ولا يغير لا علينا ولا على هالبلدان المسلمين كلها. فارجين وين؟ قبل متفارجين في وين؟ في المانيا. سنة كم؟ 1999 ودخل عليه شهر رمضان، تذكر ولا؟ أنا ما أتذكر. كبرت عاد خلاص. أنت تتابعي علاج؟ في بون ولا في بون؟ في بون، في بون. في بون. إيه سنة كانوا يانا اثنين من البحرينيين. إيه 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 بن الهند. ناصر رميثي. إيه لكم. إيه ناصر توفى هذا. لا ناصر موجود. والله. إيه رميثي. شوف أنت. إيه. وحياة والدتك الله يغفر لها ويرحمها. انت من الله يحفظك؟ انا محمد بعتاب الزعابي. والله مليون والنعم. الله يسلمك. مليون والنعم. الله يبارك فيك. مرحبا بك. سبحان الله متفارجين في بون. في بون. وتلاقينا في الكويت. هاي الدنيا كذي سايرة بعد. الله يسلمك. رد السلام شيخي. في بلادك وعند اهلك 9900 بتزرع ابوي شعب، لا تسافر لا شرق ولا غرب، لا تقولون ما قلنا لكم في دبي الغالية. هذا أبوي الحين توي جاي ندق الباب، ولأن الويتر هذا الكونسيرج مالت الكونسيرج وجايب لنا هذا الشيء من هالقوطي هالقويطيات داخل من هالمحل. هذا اسمه بالعربي والطرف الثاني لا والله كله نفس الشيء، ميوب لنا هذا الشيء. ها المحل اسمه نقوة، محل اسمه نقوة بعصاص رولي، روحي ما عرفته. ميوب لنا هذا، شو عاد داخله الله أعلم. لكن شفتي يا أبوكم فنان هذا، شفتي فنان الله أعلم شو دخله، أكيد إنه حلاوة هذا لوشياته. لا هذا حلاوة، هذا حلاوة، حلاوة بيكم مكسرات أو شيء من هالقبيل الله أعلم به، لكن هذه هي من هالأشياء، هالأشياء بس من أقوى. وهذا رقمهم وهذا اسمهم. هادوها. المهم شكرا جزيلا يلي أندبتوا هالشيء المميز. وعطيبه كنت كم تسوى القويطيات؟ روح يسوى تسوى 4 أنفار لفنان. ورقم هاي اللبسة الحين كله أزرق على أزرق، رقم واحد الكندورة زرقة والنعال أزرق، زين بس قاصر العقال يكون أزرق، زين وين ساير حينه؟ ساير هذا مال المعرض، معرض الكويت للعطور الدولي، بيس لين الساعة 10 إن شاء الله. الحين اللي ما يعرف ترى بيتحرى الموقع
صغيروني ترى هذا يعني يمكن كيلو في كيلو المعرض مساحته كيلو في كيلو. مفروض ما ينقال عن أبوي هذا معرض العطور الدولي، هذا ينبغى ينقال عنه إكسبو، إكسبو دولي. هذا إكسبو قاعات ما أدري كم قاعة بقاعة، شوفوا وكل قاعة كبر لي أنا فيها بأربع أو خمس وديات. ما شو بقولكم، بلاد هالعالم كلها صارت تأخذ أطياب وعطورات، كلها العرب هاي اللي تشوفونها من الدنيا العودة كلها جايتنهم. شيء لا صار ولا استوى شيء بالعظمة. الصالات شيء شرق مكان مترامي الأطراف، ثمان 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 صالات أظني. نحن نحن صالتنا اللي فيها ثمين رقم ثمانية. لكن شو بقولكم، شفتوا المبنى مال اللي مستوي فيه مهرجان الوثبة، هنمون حجمه لو أكبر بعد هذا اللي فيه مهرجان الوثبة، هذا أظني معرض أكبر. لكن كل عطورات مهرجان الوثبة قرية تراثية من جميع المدن زين، لكن هذا بلاد من كبره وكله عطورات وكله أرياح وكله مداخن وكله مراش. شو بقولكم، شيء تول 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 بلي قياس. والرواد من كل دول مجلس التعاون، من جميع مجلس التعاون اللي جايين بلاد بلاد بلاد. والبارك الله في المتبارك، ثمين أبوي في المقدمة، ثمين في المقدمة تبارك الله. هم أبوي ضيف لندني، ضيف لندني جايينهم، ضيف لندني جايينهم من آخر الدنيا. يوم أقولكم ما شاء الله، هذا يوم أقولكم أبوي قادي تحراها دبي، كل اسمك داخل دبي. ما روم أقولكم حضرة، لا دبي دبي وكلها هوامير، ما شيء سميكات صغار ولا السمك العادي، لا السمك الراهي اللي فيه خير، لأن اللي فيه خير هو يطل دبي ويازم يول داخل، لأن الهوامير الكبار يوم يوقف الهامور يوقف عند وجه دبي، لا هو اللي يظهر ولا هو اللي يخلي السمك اللي من غير تدخل داخل دبي. فلذلك يازم يازم أبوي الوضع على هالنمونة، هالهوامير كلها دخلت داخل دبي، وأزمة أبوي مسويه عتشل داخل معتشله كامل 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 كامل. والله مليون مرحبا بالله عليك. هلا السلام، هلا وغلا، هلا الحبيب. حالك الله يخليك، من كيف شفت قايل اليوم كويتي رقم واحد، حالك الله يحفظك. كيف انت خير. شو هالزين ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله يعلى الله. هي ترى اسم ثمين، يوم الاسم ثمين لازم كل العرب اللي يومكم كل من نوع ثمين. نوع ثمين اي والله، الله يحفظك الله يحفظك. شو شو ليش ما تبي تظهر في السناب؟ اي احنا كلنا لا مو حلوه، مو حلوه صوتي. ما تباني اصور؟ ليش؟ ما يباني اصور، لا هو وانت بعد ما تبي تصوير؟ لا وانت ما تبي الحين هذا اخوك ليش ما يبانا نصوره؟ ما ادري والله. صبر صبر في دمك، ليش ما يباني اصور؟ والله ما ادري. ليش السبب؟ ما ادري. انت هذا اللي كابتشر لي صور مال الورد. اي هذا انت ليه طرت الورد البنفسجي؟ الله يسلمك يا ابو عليك، الله يسلمك. تسلم، الله يسلمك، الله يبارك فيك يا ابو محمد، حياك الله. اقول لك الرياح متروع من حرمت ما يباني اصور. يتابعونك الظاهر كاف، شوف انت لا يتابعونك يا محمد. ازم ثمين من صوايغ لندن، اللي بيصير لندن الأول يقولوا لي يبلنا قطع صوف، ولا يبلنا تشارلي، ولا يبلنا تحيدون عطر بوتيس هاك الأسود زين. الحين آزم ثمين هو من صوايغ لندن، الأول تحيدون هاك البيض الصعو الشاكليت الملبس، البيدام اللي ملبس بحلاوة، يبتع في المطارات، في مطارات لندن، في كل أماكن لندن اللي ملون برتقالي وصفر، هذاك من صوايغ لندن. فحاليا آزم عطر ثمين من صوايغ لندن، فاللي يصير لندن ما حد يوصون إلا يجيب لنا عطر ثمين. فلذلك ما بالك شايف هذا سبب الضويل على ثمين حاليا، العالم كلها بتضم الضاولة، لأن ثمين ياهم إلى الشرق الأوسط، جايينهم زائر زائر، ما بيايينهم مقيم، جاي زائر خفيف الظل،
فلذلك أيام معدودة، أيام معدودة مسير عليهم، بيسير وبيصير، فلذلك تلقطون العالم عباس على دباس عنده. هذا سبب الضويل، هذا كله لأن جايينهم فقط 10 أيام 12 يوم أيام المعرض، فلذلك تلقط العالم هالكثر عنده. دون عن كل زد عن كل المحلات والبوتات، شيء بوتات أكبر عن هذا البوت بألف مرة ومليون منتج عندهم. يا غير ثمين جايبين 14 أو 16 نوع، أعتقد 14 نوع، فلذلك الـ14 كلهن عليهم طلب، طلب مهول، يعني استنزفوا كل اللي موجود عندهم ونشوا وطرشوا من البارح، من البارح جايبين مخزون يسد ما يقارب 5 أيام، خلص كل البارح. أنا وأبوي طيارة مارتن ثاني، واليوم صلاه الضحى وفرغوها أبوي في المحل في الاستورات، وهيلة بيس بيع ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء جميل. يعني بخبركم السلعة الزينة هي بايعة عمرها، السلعة الزينة هي عارضة عمرها، السلعة الزينة هي اللي تمشي عمرها، مهما تسوي تسويق ومهما تنشر مهما تسوي جوائز وبيع ومشترى ما يصح إلا الصحيح، فلذلك تلقط ما شاء الله. ها مثل ما تشوفون شو الأماكن اللي ما فيها أصور، شرق وغرب يقولون بلا أصور محلاتنا، لكن شوف هذا بس. ها ساعة تلقطون غيمة سوداء، ساعة غيمة سيدة، غيمة بيضاء من العالم، من العالم. شفتها في تمين فأقولها أنت لابسة لبس لبس تمين، أنت من أي قسم؟ قالت لي أنت في مانشستر. أنا من مانشستر. ليش معنا ردوش مانشستر؟ ليش مفروض تكونين معانا في سلفرج؟ إيه أنا أشتغل في سلفرج مانشستر. هي لكن مفروض كنين عندنا في لندن روحها، ليش مانشستر بعيد؟ انت شكلك شكل مال وحده مال سلفرج اللي في لندن وايد ضروري. ثانك يو. هي انت عليك قبول وما شاء الله فيري جود سيلر، وايد ضروري. شفتين يوم في الابشراتكم ها نطقم وياكم ما شاء الله. شفتي انت اسمك ما خبرتيني؟ حنين. ها حنين. حنين ما شاء الله عليك حنين. شو رايك في العطر مالك؟ ما شاء الله عطر تمين يعني رهيبين. شو اكثر واحد يعجبك؟ اكثر من واحد يعني الصراحه، كل عطر تمين حلوين. يعني كل واحد لازم له عطره الخاص. انا الحين استغرب من اللي يقول لي والله خالد قالوا لي ابو محمد نحن نثق في ذوقك، شو رايك في تاخذ لنا ترشح لنا اسم او اسمين؟ أوكي. انا اقول لهم لا، يعني انا عندي حق يوم اقول كل انسان وذوقه. صح ما حد انا صح. انت ما تقدرين تاخذين اللي انا. صحيح. حتى لو يكون ذوقك انت فنان يعيبك انت. صح ولا تتفهمي لي انا شو اقول؟ اكيد طبعا افتهم، ليش لا شو ما افتهم. شوف ما شاء الله، شوف العالم ها ايوم اقول لك غير عن كل البوثات، بوث ثمين اكيد طبعا لازم شفت ستاند اوت. اي ما شاء الله تبارك الله. ما أبالغ إذا قلت لكم، يوم أقول لكم شيء مهول يعني مهول، ما ينقص أوله من آخره، هذا كله في قسم واحد. الحين من الصبح نحن أنصول ونيول شرق وغرب، وهذا كله نحن في مكان واحد. كم بتطالع وكم بتشوف، كم بتبع لج عيونك، كم بتطالع، شيء بالعظمة، شيء بالعظمة، شيء بالعظمة، يعني ما روم أوصف لكم اللي أنا أشوفه. هذا حين بس مدخل ستة، هذا اللي أنا صورته، هذا ماي حتى 1% منه اللي أنا صورها، ماي 1% من مدخل ستة. اللي ما يعرف يتحرى عمره في تاج محل، في ما تعرف شو طالع، ما تعرف شو بتشوف، ما تعرف كم هي المداخل اللي تفوتخ، كم هي المحلات، كم هي، شوف مليون باب بباب، مليون باب بباب، أمم أمم أمم. سألنا شو كان طال عمرك؟ من شر حاسد إلى حسد، قل ما شاء الله. الحمد لله. الله يحفظك يبارك فيك وعزيز علينا. لك تسلم، يا لك تسلم. نورت الكويت بوجوده. الله يحفظك يبارك فيك. لكن شفت العالم؟ ما شاء الله. إيه. زحمة قلت خلنا نصورها. إيه. شفت العالم هاي الله يسلمك. إيه. هاللي تشوفهم هالعالم. الحين آزم قلت لك أنا البراند مال تمين صوغة من صوغة.
صوايغ لندن عدل ايه عدل ازم هذا مثل صوايغ لندن ريحه لندن يتهن ايوه فحين يتهن ريحه سلفريت ايوه ايه عدل حياك الله فهل على اساس ما شاء الله العالم الله يحفظك تبارك الرحمن هذا الرجال كذي جايين البيت ومفاولنا الله يحفظكم فواتي كانت قرص عقيلي واول ما شافني سلام عليك صالح سلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك الله يحييك صالح الله يحفظكم من شباب مباركه يا حبيبي كيف اموركم فنان طيبين؟ ما شاء الله عليه رجل اعمال ناشر يا حبيبي وشرفني في البيت يا تاج راسك الله يرحم والديك الحين اول ما شافني قال لي هذاك الحلو اللي عندكم في البيت من وين؟ قرص عقيلي طلع قرص عقيلي يا حبيبي عرف جك انت اول ما توصل الامارات اي من كان تكون يوصف بيض الله وجهك من عيني شكرا شكرا خلينا يعطيك العافيه شو بقولكم؟ سمعتوا يوم يقول لك قتلت الحسين وطر الجربة؟ هاي طر الجربة طر الجربة اليوم أمة لا إله إلا الله كلها أبوي عندهم اليوم عادة طر الجربة عاد اللي يعرفون طر الجربة وايدين عاد ما يعرف شو طر الجربة حتى أنا بصور وياك والله مليون مرحبا بعد راسي بس مصورين ضربة وين كنا في لندن لندن وحين شو قايل شوف الدنيا كانت صغيره لا والله لا والله ما زين لها الارض عن لندن تبيع وتشتري في اي لندن لك 600 مره بس اسمها لها طعم هذا شيء وهذا شيء عدل يا طول العمر هذه ربع الدنيا هاي لندن ربع الدنيا وكل الدنيا الخليج اي والله الله يحفظك مرحبا والله حي الله الخالدي خذناه لعيونك مليون مرحبا بالشيخ هلا سعدك لا خبيت منك سلمك يا كيف رب. انت يا البركه الحمد لله الله مرحبا نورت الكويت يا خالدي الشيخ اول عمرك ويحفظك يا رب منك يا سلمك ساعه المبارك نورت الكويت ساعه اشوفك سلمك يا رب يبارك فيك وشكرا على العزيمه وان شاء الله عيوني قدركم عيوني تيك ان شاء الله قوم نحن قوم نحن ونحن بعد ما خلو منكم سلمك يا رب ساعه المبارك هذه عاد الحديقه وايد العرب اللي تعرفها اللي تابعون شخص معين اسمه سليمان القصار ابو داود وهذا بيته وهاي الهمبالي كل يوم يرمس عنها وهذا حوضه وهاي دنيا وهذا ترتيبه وهذه اشجاره وهذا علم وهذا بيته وهذا ها كبره هلا والله مليون مرحبا وليس الدن مليون مرحبا بريحه الطيبين هلا حبيبي لا خليت منك يسلمك يسلم عمرك يا الغالي بعد هاك بداود الحمد لله كيف انت لا خليت منك السلام عليكم حبيبي الله يسلمك ابراهيم توفيق وداود شحالك لا خليت منك لا خلينا منك يا ابو داود ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن اقول يا سعد حظي ابو داود اليوم بعد روحي ساعه مباركه نعم اليوم انا جيت الكويت يا بعد روحي وفرحت بشوفك وشكرا على هالعشاء المميز يا حبيبي والله ين عشاء كانك عاقر لي حوار يا حبيبي اليوم عشاي مسوي ترى من هو يقول لا يكون سوي شيء مسوين عيش ويا ماش وفقع لكن ابوي يبري العليل اللي على يمه يا بعد روحي نعم يبري ويضاول الريج لبكي العيش إيه. لبكي لنا ناس ليل محلنا في يوقف لازم كذي لا خلينا منك يا ابو داود شكرا كله. على حسن الاستقبال وادري بك انت تعبان وعيزان ومنهك يا غير سبحان الله بعد سبحان اللي قال لي الله قواك واستقبلتني لا وي حطك في عيني لا خليت منك لا خليت انا محمد 10 سنين مو انت من الثمانينات واحنا اللهم لك الحمد والحمد لله علاقه طيبه وحبايب واهل لو تباعدنا بالجسد القلب القلب لا خليت منك وداود اول علاقتي وياك تعرفها وين؟ اي ذكرني عاد الحين قول لي احنا في لندن في لندن اي نعم بيت الشهيد الله يغفر له عاد فهد الاحمد فهد الاحمد نعم. هناك تلاقيت وياك ومن عقب تميت تينا الشقه عادل هي. كل ما اشتهيت لقمة انعدرت عند خالد هي نعم يا الله يزين من وقت سنة كم هذا شيء 80 هي بأول الثمانينات هي والله 83 85 يزين من وقت نسوي البيبي تشيكن ونسوي مشغول المالح المالح ذبحي المالح من يدق عليهم تليفون ها قال المالح قلت كان يايكم هي والله عاد هاك اليوم يفصل من هالنمونة 15 آدمي نعم هالكثر اي والله سبحان الله لا خليت منك يا ابو سليمان يطول لي عمرك الله يحفظك يا حبيبي شكرا يا ابو داود تسلم طال عمرك شكرا.